السلام عليكم. هنشوف دلوقتي بقى الطريقة إن أنا أتكلم والكمبيوتر يكتب اللي أنا بقوله. أجي أقول له جوجل درايف، افتح لي جوجل درايف، وأقول له افتح لي ملف جديد. وبعد كده من تولز هقول له فويس تايبنج، واختار اللغة اللي أنا عايز أتكلم بيها. في العربية بأكتر من لهجة، وليكن مثلا العربية مصر، بروح دايس هنا السلام، بيقول لي عايز تستخدم الميكروفون ولا لأ، تديله الإذن بأن هو يستخدم الميكروفون. السلام عليكم، كيف الحال؟ وهكذا. أي حاجة هتقولها هو بيبدأ يكتبها، ولو في أي غلطة حصلت تقدر تعدلها أسهل بكتير من إن أنت تبدأ الكتابة من الأول خالص.